عمري مو 40، مو 40 والله، مو 40 لا. لا 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 لا، عشان شكلي مره ساس تعرف، ما هو عارف عمري ما بين 15 و46 لما يطالع فيه، ما هو عارف يقرر. ما في مكان هنا مكتوب فيه ايش الشيء اللي اطور به، ولا انا ما اشوف، انا اعمى يمكن، في الاغلب انا اعمى، اتوقع انا اعمى. استنوا كذا، يب ما في تحت السلاح. اوه شكرا لك، اربع احجار من شيء جديد، احجار التطوير حقه غير. يا عمي اليو اي غبي، لسه كنا نمدح فيه، هو جيد بس غبي فاهم. بوتيتو ذا بوس سلاير، يا عمي هم لسه عوجي رفعوني دحين توك جاي تقول بوس سلاير، اي ام فيري مسكين. شوف شوف شوفوا اللايت ديفاورر، مدري ايش اسمه، اي لايت ريبر. يب يب يب، خلاص واضحة. ممكن هنا احط اللايت، نبدأ ان نحطه بس. انضربت، انضربت، آه يا ربي حيقتلني وحيمشي. ايه زارو فجأة، والله الصد غريب يا عيال. خلصت الهيل، ايش هذا جراب اتاك؟ ما كان قصدي بس يلا ليش لا. فجر ولا ايش؟ اه بيمشي. الضربات هذه كلها خدعه ما شاء الله. ما شاء الله ضربت، قريبة موتنا. آه كريزي كريزي مرة. ولع الدنيا بيا، خليك تلني وخلاص. والله ليش تعب نفسي؟ لا ما فاينل بوس، بس كل شوي بيجي، يمكن هو الفاينل بوس. كل فترة فترة يجي كده يختبر مهارتنا. ليش انت تعبان؟ هذا الصد حقه يبغى له زي صد سكرو، سكرو. ما هم حاطين الشيء ذا، أو حتى زي حق لايز اوف بي إن شاء الله. بس هم ما هم حاطين الشيء ذا. بس ما حيجلس يتضارب معي كل شوي، خلاص هو بس برا يجينا أتوقع. إن شاء الله المرة الجاية اللي يجي نقتله فيها. يجي طقطق، ايه يجي طقطق علي. بس اذا هزمت البوس برضه اقوى منك فاهم؟ ايوه. لانه لو زي بيرسور، لو مداك تهزمه من بدري اتوقع ما حد بريه بعدين، ولا يعطيك حاجات، ولا ما ادري ايش يعطيك صراحه. البري المشكله بوسات ما يتسوى لها بري. ايوه ايوه ايوه، هذا مكان جديد. دحين يطلع المكان اللي عند الباب هذاك، هو من هنا. اهدوا اهدوا، دائما اقول لكم نقتل الارشر اول صح؟ ليه ما مشيت بنصيحتي انا؟ كان كانه ارينا حق ميني بوس. درجه نزل ودرجه طلع. يا بري يا بري يا بري، والله عرفتها. داون جريد يب. هذا الام بي سي السنايبر والله مره كثروا منه، مره كثروا منه. اوه قتلنا اثنين ضربه. مين اعطيك القوه انت؟ اه وراك، بس ناخذها مو مشكله. حطه لي على سلاحه، نقتل بقيه. نفسي اعرف شو التريجر حق الهولي هذا.
يلا يلا تعال تعال نايس مايت اتوقع قريب ستنا ضربنا ضربة مرة سيئة تعال تعال هذا قراب اتاك قال لك عنده طبلة في راسه والله معلومة كم ضربة عشان ستن نقول نطلع فوق خلينا نعبي دمنا شوية ماني مطمن له مرة رجعنا ورا نايس مايت للأسف اني خبصت معاه في البداية ولا كان قدي قتلته الحين مكانه مرة سيء مكانه مرة سيء يا ربي مت يا سلام ايه جيبوني عنده ليش لا حرفيا ليش لا بس غبي اشوف بسات زي كذا ما عندي مانع اني اتضارب معهم صراحه مره ما عندي مانع يكون منطقي البس لا لا لعبه جميله يا لعبه 10 على 10 نستطيع أن نقضي عليها بقوة الصداقة Don't worry boys طيحنا برضو انتقمنا والله ما أعرف إيش أقول يعني يا عيال والله ما أعرف إيش أقول حط 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 إحنا مضيعين والله ماني داري وين رايح كان في مصعد طلعنا فوق ودحين جينا هنا تحت وجالسين نمشي في الماب حرفيا زي ما قلت اللعبة أبدية مو بقريب ولو بسانتي من السولز إلا إلا هذي يسموه السولز الممتنع تعرف؟ أخي دارك سولز 2 أعظم ألعاب السولز الناس ما هم عارفين هذي الإشي يسموها دايموند إن ذا رف ولا ما أعرف يسموها شفت الألماسة؟ قبل ما تكون ألماسة تكون فحمة هذي هي دارك سولز 2 لسه فحمة ستصير الماسة في يوم من الأيام شكله هنا وحش والله ما أدري وارد في دقيقة نقابل وحش بس في الأغلب دحين صح؟ أبو مطرقة أقول بلاش نتضارب معاه مو لازم الساعة دم كامل بث المفروض من 5:30 to 8:30 بس لي فترة مريض كذا وجدولي ملخبط بس إن شاء الله أول ما يتعدل بنرجع لنفس الوقت لا لازم اللعبة يصلحوها ما داموا عاملين العالم الثاني هذا بيحصل له لودينج في نفس الوقت حق العالم الأول شوفوا كيف هم شوفوا لهم صرفة كيف يصلحوا الموضوع مرة ما ينفع كذا نجلس نلعب حرفيا 15 فريم والله لسه مقرفة بصراحة جالس أجري حرفيا حرفيا شوف كم دحين اللي هي قريب 4 ساعات كلها جالس أجري ما تضربت إلا مع بوس واحد وكان بوس كريه كان بوس كذا بس اللي تتضارب مع روح ومدري كيف وتهبط من ثلج يعني حتى ما تتضارب معه بس تهرب من ضرباته منطقة غلط اللي بتسألني أنا بلعب عشاني ببث بكمل عندي سلسلة بسويها عندي تقييمة بقيمة
انا معروف اي لعبه لعبه لازم اكملها حتى الالعاب الخايسه. مثلا لما لعبنا لعبه الامبراطوريه العثمانيه، هذا اختصار ولا ايش؟ ما هو اختصار. انا اقول خلينا فوق، في صندوق انا طيب، وفي قتال شكله ابدا مو طيب. يب، الضرب مع مين بالضبط؟ يعني شوف بالله، لعبه بلاي ستيشن 5 تلعبها على 50 فريم، مدري كم هذه الحين انا بلعب فيها، ما اتوقع جايبه 60 حتى. لا مره دمهم كثير. استاهل اموت مره، ما بصد. الارض تقعد تطلع سكاكين. كم ضربة؟ ضربتين بس. ضربة حتى، من ضربة إلى ضربتين. أتوقع لازم أقتلهم سوا. غلطان، حس مفروض ما أقرب له. ايه غبي القتال، انضربت. طبعا بتطلع جيتس بوتنشل للابد. الحين يبداوا يتحركوا واحد واحد صح؟ والله للاسف ما كان قصدي، ما كان قصدي. عندي مشكلة مع الضربات يا اخي. بهيل هيلنا. ما بقي له شيء. يرجع بعض. لو كنت أدري كم ضربتهم سوا. قاعد 100% رجع بعض. أنا أقول أقتلهم سوا. أتوقع المفروض أخذ الأيتم في الصندوق وأمشي بس. سيوط فحت في الساحة. نعم. يا ربي. نحط على السلاح النور نشوف يفرق ولا لا. بدايتها كذا. أطمن. حط الأرض دي طيبة. فهمتني؟ والله أحس فرق ما شاء الله. حنا نتضارب معاها. والله مرة فرق السبل. متى ناوي يطفي السكينة؟ تطفي السكينة حقها؟ اهي. الحين اتضارب مع الثاني. هي ما تستخدم الحركات ذيك الا لو المشكلة الثانية كمان لو بعدت عنها. والله ايه شوف تستخدم زي المتفجرات. تبل لها. ضربت. ابى احط بس النار حقي. اتوقع اقدر اضربها اسرع. صاروا الاثنين يضربوا ملي. نقول نقتله الحين. كم مرة ما ينفع كذا. صارت تستخدم الحركات كلها. يب يب.
صار استخدم الحركات كلها. لازم طول الوقت تعرف من وين حتجي السكاكين. بترجع صديقتها. يب شفته. ما في قنابل في اللعبة دي. كده شوية شوية. مو مشكلة موت هنا. لو قتلت هذه وركزت على الثاني حقدر اقتله. فرصة. ما جالس انخنق مرة. لا تنخنق يا وديع. خلاص. ضربة. اوه. Let's go. يلا دحين نصحوا اثنين كمان. اخذنا اسلحتهم واخذنا حركة منهم حق راديانس. لطيف جدا. والله مليانة دروبات يا عيال. مرة مرة مليانة دروبات. فليل اوف ويزدم. ما اعطوني مفتاح. توقعت اخذ المفتاح منهم. اعطوني سلاحين. هنا المنطقة عشان مليانة اسيتس فطبيعي تعلق. بس يعني لعبتكم يا اخي احسبوا الموضوع صح. اقل لا تخلوا فيه المنطقة هذه المظلمة. فيها مشاكل في الاوبتمايزيشن. شوفوا هذا الماب خربان خربان. ما اعرف هم كانوا مستنين يعني ينزلوا تحديث ولا ايش السالفة. كان عندهم خطة للموضوع زي ما عملوا البارح. أنا أول ما بدأت وصلت بعيد شوية بدأت اللعبة مرة تعلق معايا. الحين نفس الشيء جالس يصير ثاني من جديد. أنا أشوف استنوا لين ينزلوا لها كده شوية بالانس. يبغى لها بالانس بس تبوا الصراحة الصراحة يعني عشان تصير لعبة ممتعة يبغى لها بالانس ويبغى لهم يضبطوا سالفة الفريمات هذه. مرة مو حلوة سالفة الفريمات هذه. على ما يعني كان في البداية ميك سنس زي ما تقول ومنطقي بعدين صار مو منطقي. يعني انا دحين في المنطقه هذه فجاه الاقي نفسي رجعت المنطقه الاولى عشان حاطين اخشاب كذا. شفتوا زي ايش كان اللعبه ذيك اللي اجلس اتسلق فوق فمتلاقوا خشب كذا تطلع تطلع تطلع. او انا في الشراين كيف وصلت فاهم. هذا الخشب هذا هذا نفسه هذا شايفين حاطينه في كل مكان. اونلي اب اونلي اب. ايوه ايوه ايوه. والله شوف الذاكره مضروبه تو صاحي من النوم لسه ما عشكت. ايش بك شغال جلد في اللعبه؟ مو جلد انا بقول لكم تبغوا رايي فيها صح. في ناس كثير طالبين رأيي فيها يا أمبر وهذا رأيي الحقيقي الواقعي. ايش نسوي؟ شوفوا البوست نفسه اللي قتلناه اهو لسه قتلته فوق اهو في اثنين منه هنا. اثنين مو واحد. تبا لكم. ثلاثة ما شاء الله خلاص صار وحش عادي. ترى حتى ألعاب السولز لو تطلبوا رأيي فيها حسفل لكم شوية فيها. يعني أنا أرضى بعيوب اللعبة فاهمين كيف؟ ألعبها وأنا راضي بيها. هذه اللعبة أنا ماني راضي بيها ماني راضي بعيوبها. عيوبها غبية مرة. أو سيف فايل رقم 5 طبعا ما عندي عشان خلصها كلها في المناطق الخربانة اللي فوق. هنا أنا دحين في مرحلة اللامتعة تقريبا. دحين عادي دحين اللي أنا بلعب دحين عادي. بس كان في مرحلة جدا جدا فاقد للمتعة فيها. ألعبها وهي تقيلة يعني فاهم؟ مو عشان أموت بشكل أهبل لا لا. الموت بشكل أهبل أنا جايبه لنفسي فاهم؟ بس اللعبة ترفع الضغط. الوحوش مرة 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 توزيعها غريب. مرة مرة توزيع الوحوش يعني مو منطقي فاهمين كيف؟ شوف دحين فجأة كذا ممكن يجينا بوس. أو نرجع مكان بداية ولا شيء. وظلمة ظلمة أنا ماني شايف. بوس. توي مخلص بوس. هذا شكله بوس جيد. حلوة البوسات لما يعملوها كذا على رجلين ومعهم سلاح وكذا. إيش هذا؟ عندهم فصام في الشخصية. Monster. Does your blasphemy know no bounds? مين بيتكلم؟ هو؟ If only it were that easy. لا أكثر من 30 أتوقع. We have a guest. أنا كتبت تحديث جديد. ما غيرت عنوان بث البارح. البارح حدثت. عندك اي راح تحميك؟ اي في راح تحميه.
خبر لك ما عندي هيلز. الفايت شكله مو بطال في الأغلب، ما حقدر دحين عشان ما عندي هيلز. نهيل بالهيل اللي عندنا يا أخي. بصيت مفروض ما يشيلوا شيلدات، مقدور عليه مرة لو هذا بس هو قتاله. ايش بيسوي؟ زي سايمون طبعا. الليزر حاول اخمن الضربات وللان ناجحه معايا التخمينه. لا اشوف نفسي. شيء الغلط. اتوقع ما عندي مانا. ابا هيل. اتوقع بموت دحين. غبي انا. يلا 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 ايزي ايزي، مقدور عليه. لا الصد. خليني اضربك يا اخي، نشوف الفيس الثاني على قولتكم. نشوف لو شيء كريه بس نجيب هيلز وحركات. ياسو شكرا على القلب. ما اتوقع. لا خليهم يظبطوا لعبتهم اول، يطعن نفسه ويصير ديمن. يب فلا يب 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 يب. ايش هذا؟ غطوا عيونكم. ايش الفكرة دحين بالله؟ ليس يروح شملاق ناي طعني بوجهه دحين. يا طلع احشاء وطلع كل شيء. دحين يسحب السيف زي حق ريكارد او حيطعني به. ايش الصوت ذا اللي طالع؟ مو مناسب الصوت. هذا شو اسمه لدويك بس ابو كلب. يتعور لدويك. اجلس ادور حوله ما يضربني. ايش عنده؟ نار. اوكي اوكي اي سي. كان عندي حق ضربه. الصوت مستفز يا اخي. قلتش الصوت صح؟ هذه سيدلينك بس. ايش سيد؟ هاي بيعه للابد. مره حلو. طيب دحين ننزل ونحط البنفاير قدامه ونتضارب معه براحتنا. هذا قتال مره كويس. مره الفيس الاول هذا مره كويس. يا ليت لو كل القتالات زي كذا. البوس الاولى كان قتالها زي كذا ترى، عشان كذا كنت مبسوط منها. عشان وزني خفيف عرفت اراوغ. ستنت ولا ايش؟ اح مت. ما ادري كيف ما مات. تصدقوا فرق الانشانت مره. نشوته الحين. نهيل. نسوي فينشر. مشكلة هذا الدرع والله. يلا فزتوه. نشيل قبل لا يبدا يقلتش الصوت. ايش رايكم؟ فكرة ولا مو فكرة؟ عندنا ثلاثة هيلات، نقدر نضرب رجله، نقدر نضرب جسمه، راسه، يده، نقدر نضرب كثير من الأشياء فيه. ما عندي استمنة. حشرج. البوس دمه كثير بالنسبة
أبغى أستخدم الحركة حقي بس نسيت كيف. الماجيك بيشرج. أها من هيل. عندي مجال كثير أضربه بطيء بس قادرين عليه. إلا لو دحين حيتغير فيستو فيستو. أها نار. حسيت ممكن نستغل موضوع الروح. أجرب. لا ما نفع. حسبت إنه مدان أسحب روحه ما يتستن ولا قديش البركة هذه. طيب الفيس الثاني كيف كذا؟ ايش سويت انا عشان اطعنه كذا؟ ماني عارف. مرة ما كنت قريب من اني استنه. ههي الحين ممكن عشان كان طايح. لو ما تحزعل خلاص قيده قريب يموت يعني. اها بدأ يسوي كومبات. مت. لسه في فيستو. انا خليني اضربه. خليه يشرج علي. احط ارض الهيل انا. حطت ارض الهيل حط فوقها نار. كلب حرقني اتوقع. خلاص ايش بيسوي يا عيال؟ والله جاب لي الهم. حرام حرام حرام. غبي انا. طلعت رجله هي اللي تتستن مو جسمه. ما عليه ما عليه ما عليه. اول تراي ما ينحسب يا شباب. الدمج لما يتستن خايس. يمكن في بلدات لها. شوفوا هذا بوس حلو. هذا بوس يعني لطيف لطيف. بس مفروض كل البوسات كذا. كل البوسات بالمستوى هذا المفروض او على الاقل اغلبها. لقيت البوسات ما هم كذا مره. كلهم كلهم ما هم كذا. نجاع. جبت العيد مره. هذا جراب بالعافيه. شبه قتلني. قول لي هيل كمان ولا شيء مع الجراب اتاك. اخر هيل ان شاء الله ما نحتاج غيره. خلينا اجريسيف معاه طول ما دام انا عايشين في الفيس الاول. نار النار. كاميرا غبية. بالراحة مداني. بس حرام لو ما مداني. الواد مضيع مرة. ايش بيسوي؟ ما عندي استمنة. أحد فهم شيء؟ ايش في ايش في؟ ايوه موت خلاص ماني فاهم. ايوه ايوه توأم طلعوا. هذه سالفة الكاميرا موجودة في العاب كثير من العاب السولز فما حنتقدهم مرة عليها. بس لا بأس بالقتال حلو. جاله مرض نفسي من كثر ما هو قاعد في اللعبة وفي عالم اللعبة. مسكين. تبوا اشتروا اللعبة اشتروها ما تبلا. ايوه ماني انسان يا اخي. ماني انسان مقيم للعب عشان كذا ما في وديع ريفيوز. فاهم كيف يا نفر؟ من اللي شايفينه انتوا تبوا تشتروه اشتروه ما تبوا لا تشتروا يا اخي. بص اساسي سوبر اشي. يلا كلينس. ايش رايكم بالدبة حقي؟ اعطيها فراشات. جبت الفراشات معاي من لايز اوف بي.
احلى شيء حطوا لك هنا اسهم الناس زي الببيجا. اسلحه سحر من فين تشتريها؟ المود يكون موجود فيها ما تشتريها. انا ما اشتريت ولا سلاح سحر، كلها لقيتها على الارض. بس انه هذا السلاح اللي عندي هو اقوى سلاح. انت لو قصدك السبلات نفسها تشتريها في البيس، وفي بعضها تلاقيها برضو في الارض. تتحسن اللعبه. ايوه اتوقع مع التحديثات. يعني الوحوش كثير، لا تخليهم بوسات. الوحوش بعضهم حرفيا بوسات، انت ضربت معه بوس، مو بس اللي صرت قوي انت وخلاص تقدر تهزمه سريع سريع، لا يحط لك اربعه منه. سو هنا الغرفه دي فيها اربعه منه مثلا. يعني ترى انا بلعب العاب كثير. سايلنت هيل ما حلعبها عشان لعبتها زمان، فاهم كيف؟ الا لو مره حاس نفسي ناسيها وكذا، بس فاكرها. في العاب جيده انت فاكرها. يعني تخيل كذا افتح لكم بث اختم سكايرم ثاني من البدايه، مره سنه في مشوار، فاهم؟ انا نفسي حطفش. انا بحاول العب لكم العاب انا اكون مستمتع فيها، فاهمني؟ ادي سبل هولي جارديان تو اتاك انيمي وذين رينج وذ بيرسينج بلاست اوف راديانت سورسري. هذه الكوره اللي تتعلق في السماء شكلها مره طيب. ايش فاهم من قصه اللعبه؟ قصتها زي بلاسيومس اللي ما فهمها شي كذا ما حفهمها. لايت ودارك ودم ومدري ايش وصبيان مستحيل يا عيال. اباخذ الايتم عادي تقتلوني بعد، بس اباخذ الايتم. خير شر لازم ندخل عالم الاموات هذا، مدري الاحياء. انفل هامر، ايش رايكم كيف ادخل عالم الاموات وانا اقاتل؟ انا اقول وانا اقاتل. اها مين فيكم بيهيل؟ في واحد فيهم بيهيل، اتوقع هذا كلب. ايه وراه اها. ايوه البثات يمكن ما يعرف يلعب، عشان كذا ما ينفع يعتمد على البث. البثات مره ما يعرف يلعب، مو ممكن ما يعرف يلعب. يعني لو مت مره بعيد انا. خلاص حق الاسهم، اسهم ما تخلص ما شاء الله. الكلاب ما تموت. حق الاسهم، والله حق الاسهم نكبني. أنا غبي، يطلع بضربة واحدة يقتلني الحين. غبي معلق. تخيلوا هذا اللي عذبني قبل شوية. أخذنا سلاحه. بفكر أتضارب مع الوحوش اللي قدام. هذول اللي هنا شكلهم غريب عشان. لا يا عمي إيزي. أها. لازم هذه تعطيه ميونيتي. شكله كان المفروض اجي المنطقه هذه قبل ما اروح لاي منطقه ثانيه من اللي رحت لها. هاي 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 هاي. لا 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 تاكلني، لا تاكلني، لا تقتلني، لا تقتلني. هاي 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 هاي. بص لا حق الاسهم. ايوه هذه بس كانت هاوند ماستر. عندك لوت ولا لا؟ ما عندي اي لوت. هذا التراب حقهم اللي زي الميمك اللي في دارك سولز. هنا ابو اسهم ما حيضربني مستحيل، هو اللي هتمي. لو ضربني انا غبي. سون مكانه اهو، ضربني انا غبي. اسرع انا غبي في الدنيا. انا غبي مرتين كمان. نفسي مره اراوغ السهم يا ربي. الدج الغبي. يلا بدل ما اخذ علقه سهم اخذت لي علقه من نوع جديد. والله علقه توجع يا عيال. فجرهم. انا اصلا خير شر كنت بموت. في ايتم هناك ما اخذته. مو معقول، والله مو معقول. 50 كل. كنت بلوت وبعدين مجهز نفسي اضغط دائره عشان ابعد. طيب عشان تفهموا بس اللي صار. طيب وانا بلوت ضربتني ابو اسهم، فكت انيميشن اللوت وانا جالس سبم دائره، فرحت على قدام. بعدين الكتور الحجره مو قادر ارجع عادي الا لو سويت جم. نطيت ضربت سهم روقته، الكلاب جوني. خلاص كيف حالكم؟ كويسين؟ طيبين؟ اكلتوا كويس؟ شربتوا كويس؟ الويكند كان حلو معاكم؟
أحد عنده تذاكر لحديقة الحيوان اللي بجدة؟ مخلص البزورة مو عارف أخدهم. الأسبوعين قدام. أسبوعين أنا مو ضامن نفسي شي يصير فيها بعد أسبوعين. تخيل أحجز تذكرة من دحين بعد أسبوعين. مستحيل، أنا مرة مستحيل أسوي شي زي كده. خلاص خلاص خلاص، أنت وخويك اللي هنا. آه ربي. توقع بس؟ أيوة بس. لو ما هو بس إيش هذا؟ شكله بس مرة. يب. فالادينز بيردم. هتضارب معاه في الحياة الثانية. من حق الأسهم؟ مين؟ أبا بونفاير وبرجع للبوس هذاك البلدن، عشان مرة طفشت من المشورة هذه اللي أنا بتمشورها كل مرة موت. ما في شيء هنا. سكايرست بريدج. والله عيال شكله ما في بونفاير. يا دبر نفسي، هذا شكله بوس فايت هنا. ما في أي بونفاير. خليني أرجع خلاص أتضارب مع البوس خلاص. غبي أنا. غريب هذا بلدن بيردن. كأنه بلاير. راوغني لين قال بس بلدك سترينث يا قلبي، ما ينفع في اللعبة. قول اللي ينفع ينفع، أنا آسف. قال ما ينفع، قال سترينث بس سريع ما شاء الله. هذاك حيقعد برا كذا. والله أزمة. فستو. اوهو عنده رياح. الو 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 ابو الغباء. تستمر اللبد صح؟ والله هو ذا اللي باقي. بهيل شويه شويه. شوف قتاله ذا كيف. ضرباته غريبه مرة، بيهوش كثير. نفس السبل نفس السبل. هي لنفسه ما شاء الله. عادي مو مشكلة، طول قتال معه. صار مرة لعيب والله اللي أسويها. خلاص فهمنا قتاله يا باري، خليني هجومي معاه أحسن. هذه الضربة بس مشكلة، المفروض يعطوني طريقة خليه ما يستخدمها. عملت له بيرفكت. خايف من باري. بيرفكت. شفت الاستراتيجي طلع كيف؟ بس تجلس تدور وراك. صديت. ماني شايف شيء. كان في غبار غريب. استاهل. الحين يسوي تونت. يا عيال ايش فيه؟ يا عيال علق. خبصته على خير. إلا مو تخلص علي مرة ما يوجع ال اللي هو الفينشر حقنا.
امبرال تنكت ايه بليد سكن اعطاني جلد. شوفوا عشان اعرف استخدامات الايتمات لازم ازيد الانفيرنو، ازيد ليفلي في هذا الشيء اللي اسمه انفيرنو اللي هو زي البايرومانسي، يبين لي كلام اكثر في الايتمات. تو انتبهوا انا من البدايه اقول ايش بهم كاتبينه في كل ايتم. حاسس نفسي حلاقي نفسي في مكان اعرفه. ايوه شوفوا ملوت الاغراض اللي هنا. طب ليش جابوني هنا تاني؟ ايش الفكره؟ في فكره ولا ما في فكره؟ هذه الارينا كانت موجوده اول. البوس الاولى ممكن عندي المفتاح هنا، كان في باب مقفل صح؟